حقيقة ودي أبينها في هالموضوع. القنوات الشيعية الصفوية تتحدث عن أن المجاهدين في سبيل الله في سوريا سلفية ووهابية، وحتى العلمانيين منهم، وحتى ويخوفون العالم من السلفية ومن الوهابية. وأريد أن أتحدث عن هذا الموضوع من زاويتين. يعني الزاوية الأولى، أولا السلفية هي في التي يعني يخوفون منها ويصفون من يعني يلتزم بهذا المنهج بأنه دين بدوي وأنه دين صحراوي وأنه جاء من السعودية وأنه جاء من نجد. أولا أريد أن أبين لهم أن السلفية من المعاصرة، المنهج السلفي الذي نراه اليوم، المنهج السلفي الرشيد منطلقه من دمشق، منطلق المنهج السلفي من دمشق، ولم نكن نعرف هذا المنهج في نجد حتى جاءتنا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الأمر الأول. فحتى المذهب الحنبلي، المذهب الحنبلي جاءنا من دمشق، والسلفية المنهج السلفي، هذا المنهج الذي الصافي الرشيد جاءنا من دمشق. أما الحنبلية فإن نجد كان فيها حنابلة، لكن كان فيها مذاهب أخرى. حتى جاء رجل من أبناء نجد من قبيلة تميم، وهو أحمد بن يحيى بن عطوة الناصري التميمي. هذا الرجل ذهب إلى دمشق ودرس في مدرسة الصالحية. مدرسة الصالحية هذه اسمها مدرسة أبي عمر المقدسي، أسسها أبو عمر المقدسي رحمه الله في القرن السابع. أبو عمر المقدسي، هذه المدرسة هي مدرسة الحنابلة. هذه المدرسة درس فيها هذا الرجل، ثم جاء إلى نجد ونشر وكان عالم، تولى مشيخة هذه المدرسة وأجازه كبار العلماء الحنابلة في دمشق، اللي هو أحمد بن يحيى بن عطوة الناصري التميمي، وتولى مشيخة هذه المدرسة، وممن أجازه الشيخ العسكري، وممن أجازه أيضا يعني كثير من العلماء، وهو أجاز شرف الدين الحجاوي صاحب كتاب زاد المستقنع، إمام الحنابلة في زمنه الحجاوي اللي درس زاد المستقنع يعرفه. هذا الرجل أحمد بن عطوة، أحمد بن يحيى بن عطوة، جاء إلى نجد بعد أن درس في الصالحية زمنا طويلا، واستقر في العيينة، وجاءه طلبة العلم من مختلف مناطق نجد. كان عالما، هو يعني من كبار علماء الحنابلة، وانتشر طلابه في نجد كلها. وكانت وفاته رحمه الله سنة 948، هذا قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا. أيوة. سنة 908، وقبره بالجبيلة، وهو ضجيع زيد بن الخطاب في قرية الجبيلة القريبة من الرياض، تبعد عن الرياض 40 كيلو. هذه المقبرة هي المقبرة اللي فيها زيد بن الخطاب، اللي وقد قتل في حرب اليمامة، الحرب مع مسيلمة مع المرتدين، وفيها ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها سالم مولى أبو حذيفة، وفيها أيضا أبو حذيفة بن عتبة، وغيرهم من الصحابة الذين دفنوا في هذا. من محبة أهل نجد لهذا الفقيه الحنبلي أحمد بن يحيى بن عطوة رحمه الله، جعلوه مجاورا لقبر زيد بن الخطاب. هو هذا الرجل هو الحق الذي نشر مذهب الحنابلة في نجد، إمام وفاته سنة 948. فالمذهب الحنبلي جاءنا من دمشق، والسلفية جاءتنا من دمشق، فنحن تأثرنا بأهل دمشق. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولد سنة 1115، شيخ الإسلام بن تيمية الذي ينسب إليه هذا المنهج، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وفاته سنة 728. فانظر الفارق الزمني بينه وبين محمد بن عبد الوهاب. ثم نحن في نجد وفي العالم الإسلامي كله
ندين لهذه المدرسة العظيمة التي علمت الدنيا. صالحين. اعلم يا أخي الحبيب أن دمشق ما تستقبل الأفكار، هي تصدر الأفكار. الله. من دمشق، من الشام، الإمام النووي، أكثر كتاب رأيت بعد كتاب الله كتب له القبول كتاب رياض الصالحين. الله. وقد تأثر به أهل نجد كلهم، وكتابه الأذكار وشرح صحيح مسلم، وهو من أهل درعة ترى النووي، من قرية نوى بدرعة. بالنسبة سلمك الله لكتب العقائد والكتب الفكرية، شيخ الإسلام ابن تيمية أثر في نجد وفي غير نجد، والمدرسة السلفية الآن بهذا المنهج تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم، ابن القيم كتاب، أهم كتاب في السيرة زاد المعاد، في هذه خير العباد، هذا يقرأ في مساجد المسلمين في نجد. ابن حجر، ابن الشافعي. أتيك بتلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. أولا شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير الدمشقي رحمه الله، أهم كتاب في التفسير عند أهل نجد هو تفسير ابن كثير، أهم كتاب عنده، وأهم كتاب في التاريخ البداية والنهاية. طيب. عندك سلمك الله الإمام الذهبي، المحدث، المؤرخ، العالم، الموسوعي الذهبي، هذا كتبه هي اللي تربينا عليها في نجد. أصبر باقي. طيب. عندك ابن رجب الحنبلي، عندك الحافظ المزي الإمام المحدث من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية. هؤلاء الجبال أثروا في الفكر عندنا. نحن الذين تأثرنا بأهل الشام، أهل الشام هم الذين أثروا هم فينا. المدرسة دمشق والشام مصدر إشعاع للفكر والمعرفة، ونحن ندين لأهل الشام بكل ذلك. أحسنت. فكيف تقول لي أن أهل الشام تأثرين بأهل نجد؟ إن هذا أقول هالكلام هذا للتاريخ، نحن من تأثرنا بالشام. وبالمناسبة الذي أسسها المدرسة العظيمة في دمشق أبو عمر المقدسي، أخوه الموفق ابن قدامة المقدسي، صاحب أهم كتاب في الفقه المقارن في المكتبة الإسلامية، وهو كتاب المغني. وهذه المدرسة أنجبت الكثير من العلماء، وهذه الأسرة، أسرة المقدسي. وأزيدك من الشعر بيت، وزيد هذا الصفوي، أن هؤلاء اللي أسسوا هالمدرسة اللي أثرت في العالم الإسلامي كله، اللي درس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ودرس وخرجت هؤلاء العلماء، أن اللي أسسها جده عمر بن الخطاب. أوه. هذه قاسمة، خلينا نأخذ اتصال. عمر بن الخطاب تنتسب إليه هالأسرة العظيمة، أسرة المقادسة الذين أسسوا هذه المدرسة وكانوا منارة إشعاع، ينتسبهم من ذرية عمر بن الخطاب قرشيين عدويين عمريين. ومنهم الموفق بن قدامة. طيب. ومنهم أبو عمر ابن قدامة. طيب. المقدسي. طيب. ومنهم ابن عبد الهادي المشهور الفقيه العظيم، ومنهم الحجاوي، وغيرهم من علماء المقدسيين. طولنا. فدمشق أخذنا منها في نجد وفي المملكة كلها الحنبلية، وأخذنا منها هذا المنهج السلفي الرشيد من هالمدرسة العظيمة اللي هي مدرسة شيخ الإسلام، اللي عديت عليك الآن بعضهم. ولو أردت أن أعدد عليك لذهب وقت الحلقة، هذه المدرسة احتجنا حلقات. أحسنت.